أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يستطيع الإنسان الثبات على السنة والأمن؟ يقول أحسن الله إليكم: كيف يستطيع الإنسان الثبات على السنة والأمن من الفتن والخوف منها؟ تعلم السنة، استطيع تعلم السنة ويعرف البدعة علشان يتجنب البدع ويعمل بالسنة. أما إذا كان جاهلا إنه يقع بالبدع وهو لا يدري. عليه أولا أن يتعلم السنة من البدعة، وعليه ثانيا أن يتجنب أهل البدع ولا يخالطهم ولا يجالسهم لئلا يجروه إلى البدع والفتن. يتجنب أهل البدع ومجالس أهل البدع لأنهم يعدونه بالبدعة والخرافات. ويلازم أهل الاستقامة وأهل العلم وأهل الحق يجالسهم ويستمع منهم. نعم.